تمام ليكم. السلام عليكم يا شباب، هنكمل دلوقتي بقت كيت شهر 10. تمام، كنا وصلنا للستيت سبيس الفورورد والباكورد. طبعا زي ما كنا دارسين قبل كده ان الفورورد بتدي من انيشال ستيت للجول ستيت، الباكورد من الجول للانيشال. تمام، هو نفس الكلام هنا برضه، بس ازاي هنشوفها بمثال دلوقتي. ده مثلا مثال بيقول لك ايه، بي 1 في ات اي، بي 2 ات اي. تمام، ممكن انفذ عليها اثنين اكشن، تمام، اكتر من اكشن يعني، او كل الاكشن اللي متاحه انها تقدر تستخدمها هتستخدم. يعني لو عندنا اكشن البري كونديشن بتاعه متحقق معاه في الحاله دي، واكشن تاني متحقق نفس البري كونديشن، والبري كونديشن احنا قلنا بيبقى الستيت كبير، فلو البري كونديشن متحقق قشطه، يبقى الاكشن زي ما اتفقنا ان هو هيتنفذ. فاي اكشن طبعا هيطلع احتمالات، كل اكشن بيودينا لطريق شكل، احنا عايزين الطريق اللي يوصلنا للجول. تمام، فانا هنا عندي اثنين اكشن مثلا، ايه لقيتهم ينفعوا يتنفذوا، نفذ ستيب وصلوني لايه، لستيك جديد. تمام، ببدا اشوف الجول بتاعي فيها ولا لا. الجول قال لك ايه، عايز ان الاي ات بي 1 ات بي ات، بص اهو بي 1 ات بي، بي 2 ات بي، ده الاكشن، ده الجول بتاعي. تمام، فهنخلينا ماشيين كل ده لحد ما نوصل للجول. ماشي، ايه ده بالنسبه للبروجريشن اللي هو الايه الفورورد. طب الباكورد بروجريشن ده هنبتدي من الجول لحد ما نوصل للانيشال تاني، دي الانيشال ستيت بتاعتي. تمام، طبعا حالات كتير هنشوفها بمثال دلوقتي وهنفهمها اكتر. تمام، الستيت سبيس نفس الكلام، نفس اللي فات يعني، اقراوا الكلام ده سهل يعني مفيش مشكله. الاكشن بتاعك اد بوزيتيف افكشن ديليت انيكيشن. تمام، اكزامبل ماشي، انا معايا فلوس عايز اشتري بيه نمر مثلا، واحط مثلا والنمر ده يكون في الجراش ولا حاجه. هنشوف بس الايه الانيشال والجول بتاعتي. المهم ان احنا عندنا اثنين اكشن، اكشن باي واكشن جو. الباي اكس، عشان تشتري الاكس لازم يكون انت موجود في بي، وهتشتري هتشتري من اللي هو السيلز ده، هتبيع من هتبيع الاكس لما تكون بي والهاف، ولازم يكون عندك ماني. الايفكت ان انت كده ايه، هتبقى اشتريت مثلا الاكس وبعد خلاص ما عندكش ماني. الجو هبينقلك من منطقه لمنطقه، من الاكس لواي مثلا، ما انت تبقى في الاكس عشان تروح واي. تمام، نشوف مثلا مشى المثال بتاعي، ادي الانيشال ستيت بيقول لك انك في الهوم معاك ماني سيلز جي وجي. تمام، الجي اللي هو جراش وجي اللي هو جاك. تمام، الجول ستيت لازم يبقى انت ايه، الجي، تشتري الجي. طيب ادي الانيشال ستيت بتاعتي يعني. طيب احنا قلنا الاكشن اللي متاحه تتنفذ بتتنفذ. انا عندي مثلا ممكن اعمل، بيقول لك انك ممكن تعمل جو هوم لهوم، طبعا ده مش هيغير في الستيت بتاعتك. جو من جراش لهوم، جو من جراش لجراش، عادي ممكن تعمل كذا اكشن. فانا ايه، طبعا جو إيه من هوم لهوم ينفع يتنفس هنا عادي، البري كونديشن متحقق. بقى مثلا ممكن ايه، خط تاني هنا ماشي يوديني الستيت تاني، ماشي الاكشن بتاعه اسمه جو هوم لهوم، خط تاني برضه اسمه جو جراش لجراش، ممكن يوديني لحاله تانيه، لستيت تانيه برضه. احنا قلنا عباره عن تري كتير كده، ثواني يعني ممكن ايه، تعمل اكشن من هنا واكشن تاني واكشن تاني. تمام، ايه ثواني ماشي كده، احنا ممكن نعمل ايه، اكشن اكتر من اكشن. تمام، كل واحد هيوصلنا لطريق احسن، الطريق اللي هيوصلنا للجول يبقى هو ده الصح. تمام، ده بالنسبه للايه، للاكشنز دي كلها. طيب نيجي نكمل نشوف، مثلا اخترنا هنا اكشن اسمه هوم لجي، فكده كل اللي هيحصل هتبقى انت في الجي ماشي كده، انت هتتشال. بصوا ثواني عايزين نرجع اهو كده، بقول لك انك هتبقى في الواي وهتسيب الاكس، فهو كده بقى في الجراج وساب الهو. تمام، لسه هاف مان زي ما هي، سيل جي جي ما هي. طيب انا عايز اشتري مثلا، لو طبقت اكشن اسمه باي ليه، طيب ايه البري كونديشن بتاعه بيتحقق هنا، بيقول لك انت اد بي سيلز بي الاكس، اه فعلا انت اد جراز زيل جي جي الجي. تمام، هاف ماني، اه هاف ماني، خلاص يبقى البري كونديشن متحقق مع الايه، مع الباي، يبقى هينفع ننفذ. ايه اللي هيحصل، الافكشن بتاعه ايه، قال لك ان هيبقى معاك الاكس ومعاكش المان، هتمسح المان. تمام، يبقى انت كده هيبقى معاك الجي اللي هو الاكس يعتبر. تمام، بقى ديت ولسه زي ما انت وكده، معايا ما عادش معاك ماني، فهي كده دي الحاله اللي انا وصلت لها. هل الجول هنا، الجول بيتحقق هنا؟ اه لقيته جزء من هنا فعلا، خلاص يبقى انا كده وصلت للايه، للجول. دي بالنسبه للفور. الباكورد بالعكس، تمام العكس كده، سيبكم السهم ده، تمام اعتبروا الايه، اعتبروا السهم كده. تمام، سيبكوا كده، مش الدعم ده، ده مثلا غلط اهو ماشي، احنا المفروض ايه ماشيين كده بالعكس. طيب
انا واقف، نرجع بقى نشرحه حلو. ثواني، ماشي، تمام. إيه، انا دلوقتي ده الجول بتاعي، احنا قلنا نبدا من جول لحد ما نوصل للانيشال. طيب الجول هاف جي، نرجع نبص عندنا فوق، فين هاف جي هنا؟ ماشي، اللي هو الاكس، جي متغير، اكس قصدي متغير، فايه هنشيلها ونحط جي، يبقى الريفليكشن ده اللي بيحصل. البري كونديشن بتاعه ايه بقى؟ يبقى هو البري كونديشن ده الستيت اللي قبل، ده الستيت اللي قبل. طيب قال لك اد بي سيلز بي اكس هاف مان. طيب يبقى نرجع هنا، انت كده الجي خلاص، يبقى انت ات اكس متغير لسه مش عارفه، ات اكس هاف ماني سيلز اكس لجي، تمام. دي نفس البري كونديشن اللي هنا بالظبط، يبقى انت كده وصلت. هل دي الانيشال ستيت؟ لا خلاص، نرجع تاني نشوف مثلا ايه. انت عايز توصل للانيشال ستيت، الانيشال ستيت بيقول لك انك ات هوم وسيلز جي، يعني ديت مختلفه عن دي. طيب الاكس لو عوضنا عنها بجي يبقى هو في الجراج والجراج، تمام. يبقى ايه اللي هيحصل لو نفذت الاكشن اللي اسمه جو؟ اكشن جو هيبدل لي الاد ديت، يبقى الاد دي كده هتبقى هو، يبقى بيقول لك هيدي واي بي اكس، واي ديت بيقول لك افرض ان الواي هي الهوم والاكس هي الجي، تمام. دول طيب يبقى انا كده خلاص وصلت للحاله دي، يبقى الحاله دي هي دي الانيشال ستيت بتاعتك، يبقى خلاص كده انت ايه وصلت للانيشال ستيت. ماشي، الباكورد من الجول، انما الفورورد بيبتدي من الانيشال للجو، الباكورد بيبتدي من الجول للانيشال، تمام. حاله زي دي بقى مثلا اهو، بيقول لك ان عشان تنفذ دي وتوصل للجول ده الجول بتاعك، فبقول لك ممكن ايه بيك اب بي، هتشيل البي تحطها على السي، تمام، او ممكن تشيل السي من على الاي، ماشي، وبعدين تفرغها هنا كده، وبعدين تاخد البي، تمام. ايه في هنا برضه، يعني هنا انا نزلت بحاله وممكن بحاله ثانيه وحاله ثالثه وحاله، بيخليك ماسك الستيتس كتيره جدا، تمام. بس ان انا اي اكشن هيتحقق هحطه، فانا مثلا ايه ده الطريق الصح بتاعي هو عشان اوصل للجول، مثلا للجول ده كده الطريق ده اللي هيوصلني للجول. عملت بيك اب ان ستيك، نرجع تاني نعمل بيك اب للبي، نرجع نعمل ان ستيك للبي على الايه، او ما ستيك قصدي بي على الايه، مش ان ستيك بقى، ستيك بي على الايه، ونرجع ناخد بيك اب سي ونحطه ايه ستاك على الايه على السي، يبقى كده الجول بتاعك مشي ايه كده، تمام. عشان اوصل من انيشال للجول مشيت بالايه بالاكشن دي، تمام. البرين جراف لما الدكتور ان شاء الله تنزل المحاضره هنشرحه، يعني هو سهل جدا، تمام. هنبدا نشوفه بقى من المحاضره تيجي ان شاء الله، تمام، بما انكم فاهمين. ثواني.